ديالهم مزال من 3 سنين. هاد السيده كانت تطمطل علينا تطمطل علينا تطمطل علينا، فاش جينا نوقفوا نقولوا لها اشنو عندنا تماك، قالت لك اسيدي راه انا ما تنعرفكم كاع، سيروا جيروا جيتكم وسيسول على شكون هو عمي انا وهذا وهذا. تتهضر هاد السيده وضربات كل شيء بعرض الحائط، التلاميذ هما ثلاث ايام ولا اربع ايام هما ما قاريين. جينا على قبل جينا باش نمشيو نهضروا مع فاش كنمنع علاش نصيفطوا لها مفوض القضاء. المطلبات ديالكم انتم المطلبات ديالنا هو ان هاد السيده تعطينا المستحقات ديالنا اللي كنتسالوا بحكم الكونترا اللي عندنا بيناتنا، وهاد السيده اكثر من هذا بغات تخلينا ندخلوا نخدموا. جينا ثلاث سنين وهذا العام الرابع حنا حاضرين في هاد المؤسسه. بوخنيت العربي الكاتب الجهوي للمنظمه الديمقراطيه للشغل، كنتواجدوا اليوم مع هاد الاساتذه المطرودين من مقر عملهم لمجموعه مدارس التشكيلي، كيجي هذا الطرد غير مفهوم بدون سابقين دار، وبالتالي انه الاخوان باقيين متمسكين بالعمل ديالهم ومتمسكين باداء الاجور ديالهم. ولحد ساعه انهم واقفين هاد الناس، ولكن الناس تيحاولوا انهم يمنعوا من الاخطار ديالهم اللي هي وقفه قانونيه وتسمح بها القانون، لانه هذه الوقفه ما تجيش في اطار شي مطالب اجتماعيه، بل تجي في مطالب شغليه.